في حاجة كمان عايزين نقولها، اللي هو مثلا ايه دي العناصر دي سهلة تعمل عليها هافر. يعني ايه؟ انا عايز مثلا اول ما اقف دول يسهروا، فاحنا ممكن نعمل ايه؟ انا لو اديت ده زيرو، انا لو اديت زيرو واديت دي زيرو كده هيبقوا دخلوا ايه؟ دخلوا جوه العنصر نفسه، جوه هنا مش باينين. انا عايز اول ما اقف بقى يسهروا، هعمل ايه؟ إيه طبعا هو عشان باللون الاحمر فمش باينين، انت ممكن بتبقى تديها اوباست زيرو. تمام، لو عملت لون زي الاسمر مثلا هتبان باينه، بس انا ممكن ايه بديها اوباست زيرو. الاوباست زيرو بقى هي اللي مش هتخليها ظهر، ده لو عايزها مش تسهر معاك يعني. تمام، فاحنا هندي مثلا الاثنين دول اوباست زيرو برضه سهله. مش هتبقى ظاهرة معانا. فاحنا ممكن نعمل عليها هافر زي ايه؟ لو قلت له ايه الديف التست ده لما اجي اعمل هافر عليه، هافر هتدي بالنسبة للافتر، الهافر ده هنعمل مثلا من الافتر، الافتر فين اهي، هنقول له الافتر ديت اديها بوتوم سالب 20 بكسل. تمام، والاوباستي بتاعتها هتبقى واحد. تمام، بص بتسهر اول ما بقى، طبعا الحركة مش ناعمة فسهل تخليها ناعمة. سي اس 3 بقى ترانزيشن. تمام، قول مثلا في نص ثانية از ان اوت. تمام، تلاقي الحركة ناعمة كده. تمام، نفس الكلام برضو مع اللي فوق. بالنسبة عن للبيفور وهكرر نفس الكلام ده، بس بدل ما توب هخليها، بدل ما بطوم هخليها توب، بدل ما افتح هخليها ديفول. تمام، نيجي نقف على الديف بالشكل كده، سهل تعمل عليها افتح ديفول، تعمل بقى اي ايه اي حركه. طبعا لو خليت اي لون تاني هي كده كده واخده وبس، يعني لو زيرو برضو مش هتبقى باينه. تمام، مش هتبقى باينه في بتبان بقى وهي طالعه. تمام، ده الشكل بتاعها. نعمل بقى الزرار وكده. ماشي، ده زرار عادي، تعالى نحط له التنسيقات بتاعته. ايه ماشي، ايه ده تنسيقات مثلا، ده زرار عادي خالص، نحط التنسيقات ايه دول دي. نديله مثلا باك جراوند نان. نحط تاني البوردر اي حاجة مثلا 2 بكسل سوليد لون كده لون ازرق مثلا. تمام، نديله مثلا ويتس 150 بكسل، نديله مارجن 20 بكسل بيكسل. تمام، نيجي بالشكل ده. طبعا مثلا نديله بادنج من فوق 20 ومن تحت 20، بادنج 20 بكسل. تمام، ده زرار عادي. ماشي، عايز بقى ان انا لما اقف عليه حاجه اللي هو زي الهوفر اللي كنا شايفينه. ماشي، هنعمل ايه؟ هنحط له افتر. لو جيت كده قلت له افتر ايه، لو قلت له كونتنت لازم هسيبه فاضي. تمام، لان انا عايز احط من عنده. انا بقى مش هرسم مثلث، فانا عايز اديله ويتس وهايت وكده، مش هرسم مثلث خالص. فانا ايه هقول له الويتس بتاعك 100% بحيث يبقى قد الزرار بالظبط، والهايت بتاعك برضو ايه 100%. طيب كده انا حطيت الويتس والهايت بتاعه، ناقص بس اديله الباك جراوند. باك جراوند مثلا إيه دي مثلا لونها ازرق، خلاص نخليها برضو كمان ايه لون ازرق. تمام، نروح نشوف ما حطناش باك جراوند ويتس وهايت البوزيشن ابسوليوت. تمام، كنترول ار كده جاب بالنسبه للصفحه كلها، فده غلط، لازم نحط هنا بوزيشن ريلاتيف عشان يجي بالنسبه للزرار نفسه. كنترول ار بقى بس ايه اتحكم في التوب والبوتوم بتاعه. فانا لو عملت نسبتين تمام على هنا افتر، لو جيت هنا قلت له توب زيرو ماشي، قلت له ليفت زيرو، فده كده جاب الظبط عليه. تمام، لو اديته انا عايز الكلمه اللي تحت تظهر زد اندكس سالب واحد، عشان ايه الزد اندكس؟ يعني هو يبقى تحت الزرار، والزرار كده كده واخد ملوش باك جراوند فهتبقى باين. تمام، فانا كده ايه حطيت البيفور والافتر المفروض تظهر بالطريقه دي، اللي هو الافتر اقصد يعني تظهر بالطريقه دي. فروحت عملت كنترول ار. تمام، طب انا عايزه بقى يبقى ايه مختفي
فيه خالص. بمعنى ايه؟ انا عايز اقول له لما هوفر، لو انا دلوقتي ثواني هوفر، لما هوفر على الزرار هيأثر على ده في حاجة. هنيجي هنا، لو خليت الويتس بتاعه بزيرو، تمام، انا لسه مش هعمل هوفر دلوقتي، لو خليت الويتس بزيرو مش هيكون له حاجة. طب لو خليت الويتس ب 10%، كنترول ار، هيبقى كده. طيب انا هخليه بقى زيرو، ماشي، هحط بس النعومة عشان هو بيسهر، ماشي، قول مثلا نص ثانية is in، ماشي. أنا لو رحت قلت له كده خلي الويتس 100%، إيه اللي هيحصل؟ هو زيرو، أول ما هقف هياخد 100%، بيتحرك معايا عادي. طبعا أنا لو شلت النعومة كده هيسهر بسرعة، كأنه هافر عادي خالص مش حاجة. فلما بحط النعومة بتسهر بالطريقة دي. انا لو عايزه ينزل من فوق هعمل ايه؟ خلاص من فوق يبقى دي 100%، طالما عايزها من فوق بقى دي 100%، والهايت هو اللي زيرو، تمام. واجي هنا هقول له ايه؟ الهايت 100%، كده هيجي من فوق، تمام، من فوق. ليه؟ لان انا بلعب في الهايت بس الويتس 100%، تمام، ماشي. عايزه بقى من تحت، سهل، هقول هنا بدل ما البوزيشن بتاعته هخليه بوتوم، يعني البوزيشن كده يبقى ايه؟ بص، هو هيبقى هي تمام، هي خالص، بس البوزيشن من تحت، يعني هو نفس الكلام بس البوزيشن من تحت. فلو رحت خليت زيرو بقى وكده هيطلع من تحت، لان المفروض ايه؟ الهايت بتاعه بياخده بادئ زيرو، لو خليته 10%، شوف، لو خليته 10% هيبدأ من تحت مش من فوق، من تحت، شوف من تحت، خليته 20 نفس الكلام، هو بادئ من تحت. فانا بخلي الهايت بقى 100% عند الهوفر بقى، تمام، كنترول ار، كده هيجي من تحت. ونفس الكلام من الليفت والرايت لو كان بالويتس، تمام. طب انا عايز بقى واحد اللي هو اول ما هقف ايه، واحد يجي من هنا واحد يجي من هنا، كده انا هستخدم الاثنين افتر وبيفور، ماشي. احنا هنعمل هنا ايه؟ الزيرو، ماشي، الويتس، ماشي، 100%، تمام. ليه ايه؟ في حاجة غلط، الهايت بتاعي لسه زيرو، كده تمام. انا بقى عايزه يجي لحد النص والتاني هيجي لحد النص برضه، فهعمل ايه؟ لحد النص يعني 50%، تمام، 50% بالظبط. عايز بقى التاني يجي 50% هو كمان، بس دي هتبقى مثلا البيفور، فاخد نفس الكلام اقول له ديت خليها على البيفور، بيفور، تمام. إيه بس في حاجة، التاني هيبدأ من الليفت، هخلي البيفور تيجي من الرايت بقى، بص من الرايت، الرايت، ماشي، كنترول اه. طبعا مش هتشتغل لان لسه ما حطيتش الهافر بتاعها، تمام. هنحط الهافر، هو هيبقى هو نفس الهافر، هديها نفس الهافر برضو، ماشي. حط هنا كوما سلاش ايه بيفور، كنترول اه، بص آه. دي داخله، ده دخل 50 وده دخل 50، ونفس الكلام بقى من فوق ومن تحت، نفس الفكرة، هتبقى برضه 50 هايت و50 هايت، ماشي. لو في حاجة إن شاء الله مش واضحة قول لي برضه، أنا هوضحها لك، يعني عشان أنا كنت عايزك بس إن إحنا نبقى قاعدين مع بعض، بحيث إنك تسأل تقول لي كذا وأقول لك مش فاهمها، عيد كده. فإن شاء الله الدنيا تكون واضحة إن شاء الله.